مهارة اللمس من المهارات الضرورية التي يجب على طفل التوحد أن يتعلمها، لأنها ضرورية في حياتنا العملية. تفاصيل مهمة ضمن هذا الفيديو، تابعوا معنا. عم جبار، أشو هاي يا بطل؟ يلا. أشو اسمها؟ تفاح، أحسنت يلا. طيب أشو هاي؟ هات إيدك. يلا. أشو هاي؟ كوسة. كوسة، أحسنت. يلا. بعده. شيك. أشو هاي؟ بطاطا. أحسنت يا شاطر. يلا البعض. شيك بيدك. أشو هاي؟ فلافل. أحسنت يا بطل. يلا البعض. شيك لي هاي. يلا. أشو هاي؟ بصوت عالي. أشو اسمها؟ بصل. بصل، أحسنت يا شاطر. يعني لازم يعرف من ملمس الطفل. يلا أشو هاي يا عبد الجبار؟ ليمون. ليمون، بطل. يلا البعض. مسك لي هاي لأشوف. أشو هاي؟ كيوي. بطل، كيوي. يلا طيب أشو هاي يا شاطر؟ هاتي لك. يلا أشو اسمها هاي؟ يلا تلمس لأشوف. أشو اسمها؟ طماطم. طماطم، أحسنت يا شاطر. طيب بس عنا هاي الوحدة. يلا مسك لأشوف. أشو اسمها هاي؟ هاي تلمس عبد الجبار. يلا يا بطل. أشو اسمها؟ لا ما تغش، ما في غش. أشو اسمها؟ برتقال. بطل، شاطر عبد الجبار، برتقال. يعني هيك الولد متضايق شوي لأنه تمرين جديد عليه لحتى ننمي مهاراته. حط ايديك هون يا عبد الجبار، راح نفك لك هاي. تمام، أحسنت يا شاطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أخوتي أخواتي أهالي أطفال التوحد؟ أتمنى من الله أن تكونوا أطفالكم بأفضل حال وتحسن مستمر إن شاء الله. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم في حياة طفل التوحد، وهو تنمية مهارة اللمس لدى الطفل. كيف استطعنا كما شاهدتم قبل قليل في مقطع الفيديو القصير، كيف استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوصل عبد الجبار إلى هذه المرحلة الجيدة التي يتمناها الكثير من الأهالي حقيقة. يعني ما هي الخطوات التي قمنا بها مع عبد الجبار، وما هي الطرق التي عملنا فيها مع عبد الجبار لكي نجعله يستطيع أن يعرف الأشياء من ملمسها. حتى حقيقة غير مقطع الفيديو يعني طورنا الأمور لأن يعرف هذا ملمسه ناعم، هذا ملمسه خشن، يعني هذه ملعقة، هذه كأس، مباشرة يعني من مجرد أن يلمس الشيء يستطيع أن يعرفه. إذا أعطيته ملعقة يستطيع أن يعرفها أي شيء. سنتحدث عن تفاصيل مهمة ضمن هذا الفيديو. طبعا أخوتي أخواتي، كنا نعتمد بشكل رئيسي ومباشر على نقطة أن نجعل عبد الجبار يتلمس أي شيء نقوم بجلبه إلى المنزل، أو حتى أي شيء ضمن المنزل. يعني كنا مثلا إذا على سبيل المثال جبنا تفاح إلى المنزل، نقوم بجعل عبد الجبار يلعب بالتفاحة ويتلمسها. طبعا كل همه أنه يأكل تفاحة، لكن نحن نمنعه من ذلك. نريد أن نجعله يتلمس هذه التفاحة قبل أن يأكلها. كانت أمه تأتي له بالسكين وبالصحن وتقوم بتقشير هذه التفاحة بشكل جميل يعني لكي تلهيه، ونقول له يا عبد الجبار يلا أعطينا التفاحة الثانية مشان نقشر لك إياها، وهكذا لكي يستطيع حملها ويعطيها لأمه. يعني نريد أن نجعله بكافة الوسائل أن يتلمس التفاحة. وكذلك بالنسبة للبرتقال، وكذلك بالنسبة للأمور الثانية. يعني إذا أتينا مثلا بأغراض من المنزل، مثل الملعقة، مثل الكأس أيضا، يعني هذا كأس يا عبد الجبار، يحمله عبد الجبار، والحمد لله فيما بعد يعني كما قلت لكم أصبح يطلب أن يشرب الماء بالكأس، وأمور كثيرة. يعني النقطة المهمة في هذا المجال جعل الطفل يعني يتلمس أي شيء نجلبه لمدة كافية. تمام، ما بمجرد أنه الطفل لمس الشيء وكفاية، لا، كنا دائما كما قلت لكم يعني نجعل عبد الجبار يحمل أو يلمس الشيء لمدة كافية لكي يستطيع أن يعرف ملمس هذا الشيء. يعني لو أتينا كما لاحظتم في مقطع الفيديو بالنسبة إلى ملمس البرتقال وملمس الليمون، يعني عبارة فقط عن تختلف بالشكل. عندما رأى الليمون وتلمسه، عندما تلمس الليمون عفوا وتلمس البرتقال، يعني وجد أن الملمس واحد، فاستطاع أن يدخل يعني حاسة أخرى وهي الشكل. تمام،
ويعني استطاع أن يميز البرتقال لأنه كان بشكل دائري عن الليمون الذي يكون قريب إلى الشكل البيضوي نوعا ما. يعني هذا أيضا يعني كله يعتبر تنمية مهارات عند طفل التوحد. يعني أخوتي أخواتي، كنا نعتمد على أي شيء في سبيل زيادة مهارة عبد الجبار وزيادة تطويره وتعليمه إلى أن نصل إلى بر الأمان. يعني لم نقف مكتوفين الأيدي عند أي حد معين. كما قلت لكم، نحن لكي نزيد مهارة عبد الجبار في اللمس ونقوي له هذه المهارة، أهم شيء أنك تقوي مهارة اللمس عند الطفل. يعني يستطيع الطفل بمجرد أن يمسك أي شيء من ملمسه ومن شكله، يعني إذا كان مغمض العينين كما شاهدتم، يعني يقوم بالجمع بين حاسة اللمس وبالجمع أيضا بين شكل الشيء الذي يحمله. يعني مباشرة يستطيع ويختصر الوقت على نفسه، فيستطيع أن يعرف ما هذا الشيء يعني بمجرد أن فكر للحظة بسيطة. أما إذا مثلا لا يستطيع التمييز بين الملامس، هذا خشن وهذا ناعم وهذا مثلا وليكن وسط بين الخشن والناعم، أو لا يستطيع أن يعرف أشكال الفاكهة على سبيل المثال، يعني لن نستطيع أن نجد أي نتيجة عند الطفل نتيجة مثل هذه التدريبات. لذلك يجب أن نركز وأن نجمع للطفل بين هذين الشيئين، يعني اللمس والشكل. هاي نقطة مهمة يجب أن يستطيع الطفل أن يجمع بينهما لكي نصل إلى مثل هذه النتيجة كما شاهدتم في مقطع الفيديو. فكنا عندما نريد أن نجعله على سبيل المثال يحمل الليموني، تمام، نقول له يا عبد الجبار هذه ليموني، يحملها يتلمسها عبد الجبار. طبعا بعد فترة من التدريب، يعني هذا لم يأتي وليد اليوم والليلة أو وليد اليوم واليومين. يعني هاي نقطة مهمة، يجب على الأهل الصبر، يجب على الأهل أن يصبروا قليلا على أطفالهم. يعني يا عبد الجبار امسك الليموني، تلمس الليموني، شوف حجم الليموني، شوف شكل الليموني بإيدك يا عبد الجبار، مشان تكون مهيأ أنت في المستقبل، لأنك إذا شفت هذا الشيء أو يعني تعرفوا أنه ليموني في البداية، وبعدين إذا غمضنا لك عينيك يا عبد الجبار، مشان إذا يعني استطعت أن تتلمس هذه الليموني من خلال ملمسها ومن خلال شكلها، أن تعرف أن هذا الشكل عائد إلى الليموني، أو أن هذا الشكل عائد إلى حبة البصل، أو أن هذا الشكل عائد إلى حبة الموز أو أي شيء مثلا. وهذا الشيء حقيقة يعني نميت له المهارة إلى كافة الأمور. كما قلت لكم، أدخلت أدوات المطبخ، أدخلت أدوات اللباس، يعني صار يعرف هذا قميص نص كم، هذا مثلا كنزي، أو هذا يعرف الملمس الناعم من الملمس الخشن. هاي أمور مهمة يجب على طفل التوحد أن يتعلمها وأن يفهمها في حياته اليومية. لذلك لا تبخلوا على أولادكم في أي شيء، يعني إن احتجتم إلى شراء بعض المعدات لا بأس. فأنا على سبيل المثال يعني كنت حقيقة غير الطعام الفاكهة التي أكلها، كنت أذهب خصيصا من أجل جلسات التدريب إلى محلات الخضار وأقوم له بشراء من كل نوع فاكهة حبتين أو ثلاثة، وأقوم بتدريبه أنا وأمه وأخوه محمد لكي نحصل على نتائج. أيضا كنت أستغل، قلت لكم، أي شيء. كنت دائما عندما دقني تطول قليلا نوعا ما، كان يتحسس أن هذا الذقن أصبح خشن، وعندما كنت أقوم بحلاقتها أيضا يأتي إلي ويضع يديه هكذا على دقني ويقول راه ينبسط كذا. فكنت أستغله وقل له هذا ناعم يا عبد الجبار وهذا خشن يا عبد الجبار، كنت أعلمه. يعني أي شيء في حياتكم لا تبخلوا أولادكم فيه. يعني اشتريت قطعة اللباس مثلا ناعم، قول له لطفلك أنه هاي ملمسة ناعم، هذا ملمسة خشن. طبعا لن أدخل في موضوع الناعم والخشن، لأنني حقيقة سأخصص له موضوع كامل وحلقة كاملة كيف كمان علمت عبد الجبار هذا الشيء، كيف علمت عبد الجبار أنه هذا الشيء ساخن وبارد أيضا. يعني حقيقة أمور مهمة جدا في حياة طفل التوحد، يجب على الأهل أن يعلموها لهم. أيضا يعني استخدمت المرآة في تعليم عبد الجبار الأشكال، يعني لأنها كان يعني يعطي المرآة انتباه نوعا ما، فكنت أضع له الشيء الذي أريد تعليمه ما هو يعني الشكل
على سبيل المثال الليمونية أو التفاحة أو البرتقال، أي شيء كنت أضعه أمام المرآة وأجعله يشاهد الشيء من أمام المرآة، لأنني كما قلت لكم يعني كنت أستغل الأشياء التي يحبها عبد الجبار. فعلى سبيل المثال لاحظت على عبد الجبار أنه يحب مشاهدة الأشياء من خلال المرآة، من خلال نوافذ بلور النوافذ في بداية الأمر عندما كان صغير، فاستغليت هذا الشيء وجعلت عبد الجبار يشاهد هذه الأشياء من خلال المرآة لكي يستطيع أن يضع ويخزن في ذاكرتي وفي مخيلتي هذه الأشكال، لأنني كما قلت لكم عندما يلمسها ويعرف شكلها سوف يعرف ما هي هذه الفاكهة أو ما هو هذا الشيء الذي يحمله. يعني حقيقة أخوتي كلام طويل في هذا الموضوع، لكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر. من لديه أي استفسار أو أي تعليق فليترك لنا أسفل الفيديو وسنجيبه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.